احنا مازال مصمدين في المعركة ديالنا اللي زادت ازيد من سنة ومازال صامدين فيها، ومازالت الدولة تنتهج او الوزارة تنتهج معنا سياسة الاذان الصماء، علما ان المطلوب تاعنا هو مشروع، هو مطلب حول الادماج، ونظرا لان خضعنا لواحد تكوين اللي هو نظري وتطبيقي كيخول لنا لاننا ندمجوا في الوظيفة العمومية، خاصة وان المدارس العليا لمدة 30 سنة وهي ما كتخرج معطلين، بل انها كتخرج ناس يعني اساتذة كفء مكونين. ومازال كنتسائلوا حول مفارقتين، المفارقه الاولى هذا الخصاص اللي كاين في قطاع التعليم وما باغينش يوظفوا الاطر التربويه، والمفارقه الثانيه هو توظيف اساتذه ماشي مكونين، في حين ان كاينين اساتذه مكونين وخارج الشارع. هذه المسيره هذه جات في سياق البرنامج النضالي 17 الذي سطره المجلس الوطني لتوجه رساله واضحه الى الوزير المكلف الوزير الوصي على قطاع التربيه الوطنيه والتكوين المهني، على اساس ان هذا الاطر التربوية وصلوا إلى سنة من النضال، سنة من التضحية، سنة من المقاومة، ولا زالوا مستمرين. يعني الرسالة الأساسية التي يجب على وزير التربية الحالي محمد حصاد أن يستوعبها هو أننا لن نتنازل ولن نتنازل قيد أنملة عن مطلبنا العادل والمشروع في الإدماج في التعليم العمومي. هذا المطلب ليس مطلب عشوائي أو مطلب اعتباطي بقدر ما هو مطلب يستند إلى أسس قانونية وأسس واضحة، بكون هذا الأطر التربوية أساسية وإداريين تلقوا تكوين في المدارس العليا الأساسية.